إذن وبالعودة إلى ملف برنامج إعادة الإعمار السعودي في المهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف سعد القميري رئيس مجلس الإنقاذ الوطني في المهرة. أهلا بك أستاذ سعد، هل ممكن أن تعطينا نبذة عن هذا البرنامج الذي يسمى الإعمار السعودي وأهدافه في المهرة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أختي العزيزة، برنامج الأعمار يعني في محافظة المارة هو برنامج احتلالي استعماري من الدرجة الأولى. نعم. كونه يعني ينفذ مشاريع، أغلبها مشاريع عسكرية لا تخدم البنية التحتية ولا تخدم المجتمع المالي أطلاقا يعني. وهي دائما تستحدث المعسكرات وتستحدث القوات العسكرية ومطار الغيضة يعني القاعدة العسكرية الأولى التي تستجلب منها القوات يعني من الرياض الى مطار الغيبه، وبالتالي يتم توزيعها يعني بحسب خطتها الامنيه للسيطره على محافظه المارة كامله. تحاول السعوديه او بالاصح يعني هي تنفذ بعض المشاريع، لكن هذه المشاريع يعني مشاريع هي عسكريه من الدرجه الاولى، مشاريع احتلاليه من الدرجه الاولى. منفذ الشحن يعني شغال على مدار ال 50 سنه او 60 سنه الماضيه يعني بقوات يمنية أو حتى بقوات يعني مهرية في طاقم جمركي مهري يمني يقوم بالأعمال في هذا المنفذ. حاليا يعني تقوم السعودية بعرقلة حركة النشاط المنفذ وتستحدث بعض التقنيات العسكرية في هذا المنفذ لاستفزاز المواطن المهري واستفزاز المارة بشكل عام. نعم. هذه كل الأعمال. نعم. أيضا البرنامج السعودي أعلن عن حزمة مشاريع في المهرة لكنها ظلت حبرا على ورق، ما الذي تحقق من تلك الوعود إذن؟ عشان ما نكون جاحدين يعني تم تنفيذ يعني 8 مدارس تقريبا، وهذا اللي يتغنى فيها برنامج الإعمار السعودي. هذه الآن يعني ومن أجل إدلال المهرة يعني بالدرجة الأولى يعني تم تثنيتها بمحافظات السعودية، مدرسة الرياض ومدرسة مكة، وسيتم تدشين هذه المدارس يعني خلال الأيام القادمة في احتفال رسمي وربما تحضر شخصيات سعودية كإنجاز، كأكبر إنجاز يعني حقق الإعمار السعودي في المارة. هذه المدارس يعني نحن في المارة يعني عندنا مدارس يعني قائمة ومدارس حديثة ومدارس جديدة ولا تعنينا هذه المدارس. نعم. كمان من جانب آخر أنه في هذا المجال يتم تجاهل رموز وشخصيات وطنية مهرية من الدرجة الأولى، على سبيل المثال يعني المرحوم المحافظ السابق علي محمد خودم، يعني حتى ما دخلوا أن يسموا واحد من المدارس باسم المرحوم علي محمد خودم. الجانب نعم. الآخر محمد سالم معكوش يعني هامة وطنية كبيرة، يعني دخلوا يسموها مدارس الرياض ومدارس مكة وغيرها من المدارس. ايضا عضو مجلس النواب يعني والمحافظ السابق محمد سالم بدينات، هذه شخصيات ورموز مهريه يعني موجوده على مستوى المديريات وخدمت هذه المحافظه سنوات طويله دخل هذه الاعمار، وهذه السلطات الاحتلاليه يعني في المهره دخلت حتى بالتسميه تكون في اسماء رموز مهريه في المحافظه. نعم استاذ سعد، ايضا يعني وضح لنا كيف تستخدم السعوديه برنامج الاعمار لتكريس سيطرتها واستغلال حاجه ابناء المحافظه ايضا. يا اختي العزيزه، محافظه المار هي بحاجه الى خدمات، مش بحاجه الى مدرعات او بحاجه الى مصفحات او بحاجه الى اليات او بحاجه الى شرطه عسكريه. يعني محافظه المار خلال فتره الصراع ما تحتاج الى امن ولا تحتاج الى جيش، يعني هي دوله قائمه في ظل النظام السابق، يعني هي دوله قائمه بذاتها يعني بتكاتف ابنائها وقبائلها، يعني كلهم متكاتفين مع السلطات المحليه. واقول لك كلمه يعني ان محافظه المارة هي ربما ان المحافظه الوحيده التي لا زالت فيها مؤسسات الدوله دائمه. نعم. من سلطه محليه من مؤسسات امنيه يعني، لكنها عملت على تدميرها على تمييشها. نعم. على إلقائها واستبدالها يعني بميليشيات. اذا اشكرك استاذ سعد القميري، كنت معنا عبر الهاتف رئيس مجلس الانقاذ الوطني في المهره، شكرا جزيلا لك.